نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء. وآخر فقراتنا النهاردة المجلس الوطني للشباب. الشباب بيعملوا إيه والشباب عايزين إيه وطموحاتهم إيه؟ والحقيقة أنه يعني حديث إن شاء الله يكون مثمر، ومن خلال المجلس الوطني للشباب نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا. بيسعدنا أن احنا نلتقي مع دكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب. صباح الخير وأهلا بحضرتك. معنا دكتورة دليلة مختار نائب الأمين العام للمجلس الوطني للشباب. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك. طب بما ان احنا بنقول ليديز فيرست فخلينا نبتدي بليديز فيرست. طب نبتدي بالليدي دكتوره دليله، وبما انها فرانكوفون كمان فاحنا هنتحيز لها ونبتدي معاها على طول. دكتوره دليله، عايزين نعرف يعني ايه المجلس الوطني للشباب وايه هي اهدافه وعايزين نعمل ايه بيه؟ المجلس الوطني للشباب يعني بصفه مختصره جدا هو مؤسسه مجتمع مدني، مؤسسه من الشباب بالشباب والى الشباب، نهدف الى تحقيق تنميه مستدامه، نهدف الى مساعده الدوله، الى مساعده المؤسسات الحكوميه، الى مساعده الشباب، مساعده مختلف فئات الشعب، مساعدتهم عن طريق تنميتهم، عن طريق تثقيفهم، عن طريق عمل اللي الحاجه اللي ما تقدرش تعملها الحكومه او الدوله او المدارس او الجامعات. نحاول ان احنا نستقطب هؤلاء الشباب او هذه الفئه، نستقطبهم علشان نعمل مشاريع، علشان نشوف احتياجاتهم ايه، علشان نحاول نساعد بعض بقدر الامكان، باعتبار ان احنا بنؤمن بالمسؤوليه الاجتماعيه. ومؤسسات المجتمع، مؤسسه المجتمع المدني معنيه بالدرجه الاولى بالمسؤوليه المجتمعيه. علشان كده احنا اهدافنا واسعه جدا، وفي نفس الوقت هدفنا بسيط جدا، هو ان احنا نوصل للشباب، ان احنا نحقق من خلال العمل اللي بنقدمه، من خلال المشاريع اللي احنا بنقدمها، من خلال المشاريع اللي الشباب ما عرفوش يقدموها في اماكن ثانيه يقدموها من خلالنا، من خلال المجلس الوطني للشباب، علشان يطلعوا طاقتهم، علشان ما يحسوش بالتشاؤم، علشان يحسوا ان في جهه، حتى لو في جهات معنيه غير مستقطبه، احنا نكون الجهه المستقطبه. احنا مؤسسه مجتمع غير هادفه للربح، هدفنا كله تحقيق تنميه شامله، تحقيق تنميه مستدامه، نحافظ على دولتنا من خلال شبابها. طيب دكتور وائل، قدرتوا تحققوا قد ايه من هذه الاهداف لغايه النهارده؟ والله انا من وجهه نظري لما بنعمل مشروع حتى لو صغير فاحنا كل الاهداف اتحققت فيه، لان انت بتساعدي كم محبط وكم مهمل من الشباب، فلو في حاجه صغيره في فكره قدر هو يطلعها، لاقي ناس تسمعه، لاقي ناس تشتغل معاه عليها، ده بالنسبه لنا احنا كنجاح. لا احنا كده عملنا اللي علينا، فبنحاول بدل ما تبقى فكره واحده، مشروع واحد، يبقى 2 و10 و1000 وكلهم مش بتوعنا احنا الشخصيين خالص، لا احنا مجرد بنساعد في اداره الموضوع مع كل مجموعه الشباب، مجموعه كامله من الشباب. احنا عندنا 25 فرع، كل الافرع كلها بيديرها شباب، بيصرف عليها شباب من جيبه الخاص، لان احنا ما عندناش لا دعم وضد الدعم ايا كان بكل انواعه، وضد ما بناخدش تبرعات وما بنقبلش، عشان ما نبقاش تابعين لاي حد. لان في كمان احنا بنعمل حساب الفكر المسيطر على الشباب حاليا، وهو التمكين والعمليه السياسيه، وان هو دلوقتي بقى له حق ان يتكلم وبقى له، فهو ما ينفعش يبقى تابع لحد، فلازم نراعي كل الامور دي كلها، وبنسيبه هو اللي يطلع اللي عنده كله. احنا بس بنحاول نوجهه للفكر السليم، ايه هو اللي نثقفه سياسيا، وناخده من السياسه للتنميه، لان الشباب، معظم الشباب دلوقتي فاهمين غلط. انا لازم ابقى اقول رايي، انا بقيت سياسي، انا بقيت متمكن، انا عايز ابقى وزير. يعني معظمهم كده اللي اتصدرت الموضوع، اتصدر اعلاميا سواء من القطاع الحكومي او الاعلام بشكل خاطئ، كويس؟ فالشباب بقى خلاص فاهمينه كده، فبنحاول ناخده من الجزء اللي هو وصل له بشكل مش مظبوط او محتاج تعديل شويه لعمليه التنميه. التنميه دي مش مجرد تنميه انها هبني عماره خالص، تنميه فكريه وتنميه مجتمعيه وتنميه انسانيه، كل حاجه بتوصل له، فبيقدر من خلالها يطلع الجزء اللي عنده، يبدا ايه ده انا كنت فاهم غلط، طب انا محتاج اعدل دي، لا انا مش هتمكن دلوقتي لان امكانياتي ما تسمحليش، فانا هفشل لو اتمكنت من دلوقتي، انما اتمكن في مكاني، اتمكن في مشروعي، اتمكن في فكرتي، ده كده تمكين، واجهز نفسي لاي حاجه انا عايزها، وابقى واضح مع نفسي وصريح مع نفسي. انا لازم، انا لو مفيش، انا لو مش شايف، لو مش متسق مع نفسي، مش هعمل حاجه مظبوطه. صحيح. لو خدت الموضوع انا بضحك على نفسي وبضحك على اللي حواليا واللي حواليا بيضحكوا عليا وانا مصدق، صح، النتيجه في الاخر ايه؟ فيك، مفيش. صحيح. اي حاجه هتحصل. فده يعني بالنسبه لنا لما بنعمل حتى لو مشروع صغير بينفذه الشباب، بيشرف عليه الشباب، بامانه الله بنبقى في منتهى السعاده اللي في الدنيا، وبنبقى سعداء اكتر لو المشروع ده يعني معانا في جهه حكوميه وقفت معانا ومدت ايد العون
بالفعل زي ما احنا حابين او عاوزين او نتمنى ان مصر تبقى الجهات الحكوميه بتتعامل بالطريقه دي. عندنا اكتر من مشروع تم بالفعل مع جهات حكوميه، وفي اكتر من مشروع جاي برضو مع جهات حكوميه ان شاء الله يا رب يبقى فيها يعني خير لشباب مصر. انا بس نسيت حاجه اقولها قبل ما ابدا كلامي، وان انا بعزي الشعب المصري كله وبعزي بنعزي نفسنا كمان في شباب زي الورد راحوا على متن الباخره ولا المركب بتاعه رشيد. صحيح. عشان مش هقول فاهمين غلط، بس عشان اقول كانوا محتاجين فرص اكتر فما عرفوش يوصلوا لهم، ما لقوش الناس اللي يساعدوهم بشكل كامل، فكانت فرصه الموت بالنسبه لهم اسهل. فانا بعز الشعب المصري كله. وبالمناسبه الموضوع ده في مشروع هنتكلم عليه دلوقتي احنا عاملينه عشان الهجره غير شرعيه ان شاء الله يحد منها، يعني ممكن شويه كده ونتكلم عليه باذن الله. لا ندخل في الموضوع على طول. لانه طيب الموضوع ده باختصار، احنا في المجلس في شركه مصريه الشباب اللي فيها برضو مصريين بس كانوا عايشين في الخليج ورجعوا، وبيحاولوا معانا بالتعاون مع بعض بنعمل حاجه اسمها مبادره شغلني. شغالين احنا نعرف حاجه في التعليم عن بعد. انت ممكن تبقى قاعد هنا وتاخد دكتوراه طبعا. مثلا في امريكا طبعا. من خلال الانترنت وبتقدم ابحاثك ويبقى في امتحانات وحاجات بالشكل ده. احنا هنعمل التشغيل عن بعد. ازاي التشغيل عن بعد ده؟ هيبقى عباره عن انا بدل ما هسيب بلدي وهاجر واطلع على اي بلد، يا اما معايا عقد عمل بملاليم يا اما معايا فيزا او انا وحظي اروح ادور على شغل، ان شاء الله هقعد انا هنا. واحنا هنوفر من خلال الشركه اللي معانا دي واتفاقات مع شركات اللي بره، هنوفر العماله اللي هي الاداريه اللي مش بتحتاج شغل عملي. تقريبا هتساوي حوالي 60 او 70% من اللي بيسافروا بره. هيبقى من هنا من خلال مصر ومن خلال الانترنت ومن خلال مقرات هنا تتعامل من خلالنا احنا. يبقى مثلا سي ان احنا مثلا مع شركات في دول الخليج، مثلا في الكويت عايزين مثلا 10 مهندسين وهنا عايزين 10 محاسبين وهنا عايزين تصميمات وهنا عايزين جرافيك وبالطريقه دي هيبعتوا لنا البرامج اللي هم عايزين يشتغلوا عليها. هنجيب الشباب المتخصصين، مثلا عايزين 20 في كل دوله، في كل دوله عايزين 20، عايزين 100 شاب مثلا في 5 مجالات. هنجيب 500 ندربهم عشان نختار منهم ال 100 شاب دولت اللي هم فعلا بيرفكت تمام يقدروا يقوموا بالموضوع دوت. ومن خلال المقرات اللي هتتعمل هنا هيبقى الشغل الاداري بتاعهم من خلال الانترنت، هم موجودين في مكاتب هنا اداريه، هيبقى الاشراف مجرد اشراف اداري تنظيمي، انما هم متصلين بالاداره هناك بشكل مباشر من خلال الانترنت. انت لو شفت البنوك هنا كلها بتتعامل بعضها على الايميلات زي سيم بس انا هنا جوه بلدي. نفس الاجر اللي هاخده هناك هاخده هنا طبعا اقل في الترجمه. يعني لو هاخد مثلا $1000 بره هاخدهم هنا مثلا 5000 جنيه مثلا او 6000 جنيه. احسبها اقامه يا سيدي وتنقلات بالظبط. ما هي كده بقى انت هنا بتعمل حاجتين، وحرق الدم وغربه وبعيد عن اسرتك انت هتوقف الهجره سواء الشرعيه او غير الشرعيه، هتعمل نسيج مجتمعي قوي هنا شويه لان رب البيت قاعد بيتابع بيته مش سايب الدنيا سداح مداح. هتدخل عمله صعبه للبلد. هتدخل عمله صعبه. لا انت كمان حاجه اهم، انا وانا بره قاعد باكل وبشرب وبصرف وبشتري وبتسوق وبعد كده اجي، يعني اللي باخده من اليمين بديه بالشمال بالظبط. لا انا ولا وهناك بضخ في الاسواق الاسواق بتاعه الدوله، بس انا هضخ في السوق دولتي فالقيمه الشرائيه هتزيد التداولات هتزيد. يعني هي فكره بنحاول، هي لسه فكره جديده على مصر بس نتمنى ان احنا نعمله. هحاول استهدف وزاره الشباب ان هي تبقى موجوده. وصلنا لفين ولا هي لسه مجرد فكره؟ لسه. لا 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 احنا بدانا بالفعل، عملنا البروتوكول وشغالين مع الشركه واتفقنا معاها، عملنا العقود بيننا كمجلس وطني للشباب وكشركه، وان شاء الله هنبدا نروح وزاره الشباب عشان تبقى مشاركه معانا بالشباب، والتدريب هيبقى مجانا. هنبدا امتى؟ يعني امتى هنبدا امتى؟ لا ما انت عندك اجراءات معلش وبيروقراطيه موجوده. يعني انا حير سياده الرئيس في الخطاب الاخير لما وجه اكسروا الروتين ايه انا بامر بكسر كل يعني انا عايز ده. احنا بنؤمر احنا شباب اهو بنؤمر بكسر الروتين عشان عايزين نشتغل. صح. عايزين الدنيا تمشي، مش عايز شاب يبقى محبط، مش عايز ان انا اضطر فعلا ان انا في يوم من الايام اركب مركب. انا هقول لك على واقعه غريبه في موضوع المركب دوت. وكان وزاره الشباب كانت عامله من حوالي سنتين مؤتمر للهجره غير الشرعيه، بصراحه هي سباقه، كان في اداره الدكتوره نعمات ساتي. ولد من اللي كانوا مؤسسين في المؤتمر ده واللي كانوا بيدعوا بقوه في المؤتمر ده واللي نزل لاكثر من مكان وعمل لقاءات مع عشان تحضيريه للمؤتمر ده مات على المركب دي. لا اله الا الله. يعني غرق مع المركب، راح وسافر وخلاص. لا يعني شوف يعني هو كان بيدعو لايه ووصل لدرجه يعني هو كان ماشي في سكه كويسه جدا جدا. يعني شاب يعني الله يرحمهم كلهم شباب زي الورد واللي ماتوا كلهم. طيب. يعني الله يرحم الجميع يعني كويس. فاحنا مش عايزين نوصل للمراحل دي، عايزين نحد منها على قد ما عندنا حلول ودي حل مبتكر عبقري بصراحه. يعني الحكومه
الحكومه بس تهدى علينا شويه وتفتح ابوابها، لان هي قفلت ابوابها تماما. نادر قوي لما بنخبط باب دلوقتي بيتفتح. الفتره اللي فاتت من بعد الثوره ما تعرفش بقى كانوا قلقانين شويه، كانوا بيعاملونا كويس ولا ايه. دلوقتي بداوا يقفلوا الابواب تاني وبقينا بنتعب قوي عشان نفتح باب، بس بنحاول. وفي ناس محترمه يعني، انا ما بعممش، بس دلوقتي بقت سمه. طب حضرتك في تلفزيون بلدك في مصر جميله، تقدر تخاطب كل الناس اللي انت عايز تخاطبهم، لان الفكره دي فكره عبقريه مش كده هند؟ يعني حاجه زي كده وطنيه جدا. بس انا كمان عايزه حضرتك ومجلس الوطني للشباب تفكروا في افكار للعماله، يعني يمكن الناس المتعلمه والواخده مثلا حاصله على بكالوريوس ماجستير او دكتوراه ممكن عندها فرص، او يعني انها تقدر تشتغل في اي مكان او تتواصل عن طريق النت او كده، او تتواصل او كده. انا بتكلم على الفئه اللي ممكن تكون العمال على قدر كافي والله من التعليم ومحبطه جدا. والله خالص احنا ما فيش شغل بيتم لكل الفئات دي مع بعضها. لا بالنسبه لشغل الفئه دي بالذات انا شايفه يعني من خلال برضو يعني من خلال تنقلاتنا، من خلال احتكاكاتنا ببعض الوزارات وكده، عندنا بعض الوزارات مثلا لا هي بتوفر فعلا التدريب وبتوفر العمل كمان بعد التدريب، بس بنلاقي بعض الشباب، انا اللي بناشد الشباب على فكره اللي هم فعلا شغالين في المجال ده اللي هو المجال زي ما بنقول اللي هي العماله البسيطه. بالعكس العماله البسيطه لا تقل اهميه خالص عن اللي هي العماله الاداريه العاليه، لانه شكوى كبيره جدا في المجتمع بين العمال، هم اللي مش عايزين يشتغلوا. على فكره العمال ليه اليوميه بقت غاليه قوي 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 وكمان ما بيجيش ولا يلتزم. للاسف يعني نسبه كبيره من الشباب اللي هم شغالين او فئه العمال دي مش حابين يشتغل، وبعدين لما تجيب لهم الوزاره مثلا لما تجيب لهم تدريب وبعد التدريب تقول لهم لا عندك شغل مثلا مرتباتكم من 1000 ل 1500 بيرفضوا، يقولوا ايه المرتب ده؟ طب ما انت ابدا بده، يعني دايما نبدا صغيرين وبنعلى بعد كده. لا بيرفضوا، وده على فكره موجود والشكاوى موجوده جدا. وحضراتكم ممكن كمان تشوفوا حتى لما بنلاقي في الاعلانات المبوبه مثلا او الاعلانات عن العمل بنلاقي اعلانات كتيره جدا جدا عن العماله دي وعن العمال في مختلف التخصصات، بس ما بنلاقيش اقبال فيها. صحيح. انا اللي بناشد الشباب وبناشد العمال اللي هو احنا بنشتغل، لما بنشتغل في بلدنا دي حاجه ما تعبناش. بالعكس انا لما بشتغل في بلدي لو باخد فيها خمسه احسن ما اتغرب واسيب اهلي واسيب اسرتي واسيب يعني انا برضو زي ما قال الدكتور كده، لما الاب بيغيب عن البيت ما هو بيساهم في بعد كده في دمار مجتمع طبعا. كامل طبعا. ما هو مفيش رقابه، مفيش زي ما بنقول الحاضنه اللي هي المكتمله صح. في البيت اللي هو متمثل في الام والاب. مجتمعنا حصلت غير من لما الاهالي اتغربوا بالظبط كده. يعني زمان انا كنت بسمع مامتي تحكي لي ان جدتي وكده قعدة لعيالها تذاكر لهم، والراجل يعني وباباها يخرج ويرجع البيت قاعد من الساعه كذا قاعد في البيت بيشوف بيتابع. لا دي مهمه جدا. احنا عايزين نقول حاجه برضو، ان يعني تعيش في بلدك وبامكانيات اقل من بره. العيشه بره مش الواو، يعني الناس فاكره ان بره السحر خالص. العيشه بره صعبه جدا جدا جدا. فندم انا لسه انا وقتنا جري ولازم نختم في اقل من 10 ثواني. معلش يا دكتور وائل قول لي كلمات اخيره. طب انا اخر حاجه يعني عايز اقولها، كنت عايز اقول حاجات كتير بصراحه، بس يعني ايه نيجي تاني. طيب ايه راي حضرتك نكرر الفقره مره ثانيه ونتكلم اكتر؟ يكون افضل، لان فئه مهمه جدا في المجتمع محتاجين نتكلم شويه ونوصل يعني كلامنا للناس، ومحتاجين مسؤولين شويه يبقى قاعدين قدامنا واحنا بنتكلم او يردوا. هل احنا غلط؟ هل احنا مش مظبوطين؟ هل احنا ماشيين باسلوب مش مناسبهم؟ يعني يقول لنا ايه الاسلوب المناسب اللي احنا نقدر نوصل بيه عشان نحقق حاجه. احنا عايزين نحقق حاجه، احنا بنشتغل بنوفر عليكم ضغط وبنوفر عليكم عماله ونوفر، لان احنا بنشتغل بشكل تطوعي وبنحاول نعمل حاجه للبلد. ساعدونا عشان نعمل حاجه للبلد، ارجوكم ساعدونا وننزل شويه من الابراج العاليه عشان كلنا في ابراج عاليه، كل واحد في قراره نفسه ملك. فما تحسسنيش ان انا اقل منك، ده انا جاي اساعدك. فارجوك افتح بابك شويه ونهدى كده على بعض شويه عشان نعمل حاجه لمصر. بنوعد ان شاء الله ان احنا نفتح الموضوع مره ثانيه في مصر جميله، وان احنا نتكلم ونلتقي مع المسؤولين عن المجلس الوطني للشباب، وكل ده من اجل شبابنا شباب بلدنا. وكل الناس عايزه تساهم، كل الناس عايزه تعمل حاجه جميله، يعملوا اضافه ويبقوا ايجابيين تجاه بلدهم. فبالتالي ان شاء الله الموضوع طبعا مفتوح دايما للحديث. شكرا لحضراتكم. شكرا. واهلا بيكم معانا في مصر. نشكركم. شكرا جزيلا. مصر تفضل جميله. شكرا. مصر جميله شايفين بلدكم حلوه ازاي وشبابكم حلو ازاي. الفقره دي والفقره اللي قبلها والفقره اللي قبلها بصراحه كلها فقرات ايجابيه جدا، وتقول ان في امل وان مصر بخير وهتفضل بخير، وان الحمد لله احنا مصريين نقدر نعمل اي حاجه احنا عايزينها. والناس اللي بتسخر من اي حاجه انجاز ولا حاجه اتفرجوا على الحلقه دي لما بتنزل على اليوتيوب. السلام عليكم.